في أغلب الأحيان الأنشطة اليومية تأثر على العضلات ديالنا وتخليها تعيا، الشيء اللي يسبب لنا آلام في مختلف أنحاء الجسم. لذا بزاف يفضلوا الزيوت الأساسية أو التدليك باش يريحوا العضلات ديالهم. بصح واش رايكم لو كان نجمعوهم في زوج؟ نعم هذا ممكن مع بيوكيني، بتركيبة مميزة من الزيوت الأساسية مع التدليك اللطيف للكرية وبدون ملامسة للجل. بيوكيني يعطيكم إحساس فوري بالراحة، الاسترخاء لعضلاتكم والنشاط كل يوم. بيوكيني مصدر هنيني. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية LDM، مخابر صيدلانية جزائرية مختصة في تصنيع الأدوية بمعايير عالمية منذ 25 عاماً. مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم إلى هذا المباشر الأسبوعي من برنامجكم الطبي الصحي الوقائي إرشادات طبية. اليوم أنا فرحانة كثير باش نقترح عليكم موضوع نقول راحين نرافق حجاجنا الميامين في رحلة العمر إلى البقاع المقدسة. معاكم أنتم المشاهدين تاعنا مع الضيوف تاعنا المختصين، رايحين نحاولوا يكون البرنامج نتاعنا كالعادة عبارة عن نصائح وإرشادات للحجاج نتاعنا، كيفاش يستعدوا من ناحية البدنية من ناحية النفسية لهذه الرحلة. إذن نعرفوا أنه كان خصوصية عند الحجاج نتاعنا، نعرفوا أنه معظمهم أشخاص مسنين عندهم أمراض مزمنة، لذلك لازم علينا نقدم لكم هذه النصائح وهذه الإرشادات الوقائية. برنامجنا كما تعرفوه هو مباشر، بإمكانكم تتصلوا بنا عبر الأرقام اللي حتظهر أمامكم، ولا تتواصلوا معنا عبر الصفحة، ديروا لنا التعليق نتاعكم ولا الآراء وش رايكم تخموا في المواضيع اللي أنا نقترحوها عليكم أسبوعيا، ولا حتى في موضوعنا اليوم ماذا بيا نسمع الآراء نتاعكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل تدخلات نتاعكم، مرحبا كذلك بضيوفنا الأفاضل، ونقولكم نورتونا. نبدأ نعرفكم بالمختصين نتاعنا. معنا الدكتورة فاطمة عتو مختصة في الطب الداخلي، مرحبا بك. أهلا. شكرا للاستضافة. مرحبا. معنا كذلك الدكتور رضا عدلان وادي مختص في الصحة العقلية والنفسية، مرحبا بك. شكرا على الدعوة. مرحبا بك. معنا كذلك وهو غني عن التعريف النقيب نسيم برناوي رئيس مكتب الإعلام والتوعية، مرحبا. مساء الخير، شكرا على الدعوة. أهلا بك. ومعنا كذلك البروفيسور عمر شباطي مختص في الأمراض الصدرية، مرحبا. مرحبا سيدتي، سعيد بوجودني معكم هنا. مرحبا بك. والمتعودين على البرنامج تاعنا يعرفوا عندنا ركن قار، ركن محبوب يستناوه كثير العائلات تاعنا، عنا ركن الغذاء الصحي مع الدكتورة دحماني لتلتحق بنا بعد قليل، مرحبا بكم. إذن حبيت نبدأ معك مباشرة دكتورة، نقول هذه الرحلة رحلة العمر، يعني الناس كلها تستناها، يعني والإنسان يقول لك يعني باش تلحقي للبقاع المقدسة، حاجة يعني نتمنىها لكل إنسان مؤمن أنه يلحق لهذاك المكان، لكن لازم استعداد، لازم استعداد نفسي، استعداد بدني. دكتورة قبل ما نلحقوا كان الاستعداد، وش هي أهم النصايح اللي نمدوها لحجاجنا الميامين؟ أولا السلام عليكم. وعليكم السلام. رحلة العمر، حجة العمر، شكون اللي ما يتمناهاش؟ كل إنسان هذه هي أمنيته، أنه يكمل الركن الأخير. قبل هذا الشيء لازم الإنسان صح الحاج ولا الحجة يستعد، لازم يروح في راحة تامة حتى فمك في البقاع يقدر يدير مناسكه ويتمتع بالرحلة نتاعه.
بكل أريحية، بكل أريحية وبصحة جيدة. نعم. بس كل كان الإنسان هذا الحق فمك وجاته وحكة وتعب، ما رحش يحس بها وما رح من بعد ذلك الضمير تاعه يأنبو شوية كي يتعود يرجع للبلد يقول يا ليتني كنت شوية مرتاح أكثر من هذاك الشيء، كنت زدت درت هذه ودرت هذه ودرت هذه. على هذا التشوق احنا رانا هنايا باش شوي نوعوا الحجاج، والشوق هذاك لازم الانسان يتحضر له. نعم. يتحضر له نفسيا وبدنيا. حبيت نبقى معك، واش هي التحضيرات مثلا في هذه الفتره قبل احنا برمجنا الحصه تاعنا اليوم قبل يعني اول رحله للحجاجنا الميامين، واش هي اهم النصائح في التخصص نتاعك اللي تمديها لحجاجنا؟ أو في اهم حاجه الحاج ما بقاش بزاف، باقيين 10 ايام على الفوج الاول اللي راح يتوجه للبقاع، لازم الراحه. الحاج ولا الحاجة لازم لهذا العشر أيام يكون في راحة تامة. نعم. ثاني ما يسهرش، يحرص على النوم، يسهر على النوم تاعه في الوقت المناسب، الأكل تاعه يكون منتظم، ما كانش تخمات، ما كانش ما يحش يهيج البدن تاعه قبل ما يلحق البقاع. إذن الراحة. نعم. الأكل المتوازن والصحي مهم. النوم ياخذ القسط تاع السوايع نتاعو تاع النوم. نعم. احنا على بالنا كاين ارق، ومتلمو هذاك التشوق الانسان يقدر في الليل يرقد من بعد يطرح النعاس ويبقى يخمم، هو يحاول انه يسترخي، انه يوجد روحه في هذا في هذه الايام اللي تقبل اللي حتى العائلات نقولوا ما يكثروش عليهم الزيارات. يعطيك الصحه، جاياتك لهذا الانسان صح، يحبوا يروحوا يشوفوه قبل ما يروح، يديروا وليمات، مي ديروا في بالكم باللي الحاج هذا ما لازمش يعيا قبل ما يروح، باسكو واش هو يسنى فيه الهيكات او تعب جهد كبير، جهد بدني راح تبدل عليه البيئه، راح تكون حراره، راح تكون يكون ازدحام. نعم. راح يتبدل عليه الموضع، كان في داره عنده طبايعه عنده، يسيب روحه في غرفه مع ناس يقدر ما يعرفهمش لازم يتاقلم معهم. هذوك عنده جهد راح يدير في البقاع. نعاود نرجع لك دكتور، مليح الشيء اللي قلت لنا، لازم الاستعداد. الشيء اللي يخوفكم انتم خاصة في التخصص نتاعك انه عندما يروحوا الاشخاص المسنين يتبدل عليه المكان نتاعو، تتبدل يعني لي روبير نتاعو، يقدر يصرى مشاكل. يعني نتكلم على لي ديمونس، على كثير من الناس ربما من ناحية العقلية يقدروا ينقاسوا، يقدروا يتودروا، يقدروا يتبحروا كما نقولوا. واش هي نصيحتك للعائلات اللي يتبعوا فينا؟ والنصيحة على كل حال سيرتو إذا كان حاج عمره ما خرج من منطقة تاعه والآخر، إذن يتأكدوا بليك ما عنده حتى مرض، ما عندوش مثلا إن ديمونس، باسكو راح يبدل كلش، راح يتغير عليه كل شيء، يجي جديد هو هنا في أرض الوطن وفي الحي، في الحي تاعه ولا في القرية تاعه، عنده خارطة، عنده يعرف وراه الدكان، وراه المدرسة، وراه دوك عنده دي غوبار، بصح وين رايح كاين كلش جديد. نعم. دونك الانسان راح يفا سوبير بوكو دانفورماسيون، هذوك لي زانفورماسيون ما يقدرش يستوعبهم، وتما يقدر يدخل في حاله فزع ويخلع. فزع يعني يخلع، يقدر يخاف، باسكو ما يقدرش يستوعب واش هو يعيش. يسقسيه الانسان، يقول له الطبيب، يقول له وين راك، يقول له مازالني في قسنطينه ولا مازالني في وهران. دونك هو يحس روحو في عالم واحد اخر. يلزم الناس اللي يخلوا الناس كبار هادو يروحوا للحج يتاكدوا قبل بلي ما عندهم حتى اوكين باثولوجي، ميم سي يسونسور بيان وين هو ساكن، ماشي كيما كيبدل كلش. دونك يلزم يكون واجد لهاد ليفونتواليتي، باسكو يفا سوبير اون سوفرونس بوندون كاع الحج، ومام الحج ما يقدرش يديرو باسكو ما على بالوش ميم با بلي راهو تماك. نعم. دونك يلزم يهيئوهم ويشوف اذا ما عنده حتى مشكل صح يقدر يدير الحج، بصح سينو يفو با فورسي الحاج باش يروح une expérience اللي ما يقدرلهاش، باسكو ما عندوش الامكانيات باش يستوعب هذوك لي نوفوتي كامل اللي راح يعيشهم. كان اللي قلت لنا ما يقدرش حتى الحج تاعو ما يديروش باسكو سي با انكور ديبلاسي بور لوي، مازالو في الجزائر. كاين حالات هكذا يعني بيان سور كونت يا دي ديمونس افونسي، وكاين دي ديمونس افونسي ويبعثوهم وحدهم اون بليس، يلحق لتماك وحده ما على بالوش. ما ديمونس افونسي المفروض اننا وبعدين راح نزيدو نفسرو اكثر، المفروض يجوزوا على الطبيب نتاعهم يعني ما يروحش في هذيك الحاله، لانه بيان سور
نورمالمون كاين مراحل وين مريض هكذاك ما يقدرش يجوز، مي مالوغوزمون يلحقوا، كاين اللي يلحقوا. لازم يديروا تيت في راسهم بلي الاماكن تماك محدوده، و باسيون مثلا اللي عنده اون ديمونس كي يلحق تماك راح يحكم السرير من اليوم الاول الى اليوم الاخير، وراح يحرم الحجاج الاخرين من اماكن تاع الاسيره تماك قليله، وما يحبسوش هذوك الاسيره، يستابيليز ان باسيون ينوض يجي واحد اخر وهي رايحه. بصح كي يجي ان ديمون مالوروزمون يحكم المكان هذاك من بدايه لو سيجور حتى لافان، دونك هذاك اللي باثو يضر هو باسكو يفا سوبر اون سوفرانس، ويضر الحجاج الاخرين باسكو يغا تشبع في الاسيره. والبعثه الجزائريه الهوسبيتال جير توجور لي كادو اون انترن، ما تبعثهمش لي زوبيتو تاع السعوديه، يحاولوا هما اللي يتكفلوا بهم، ما يبعثوهمش حفاظا على كرامه الحاج الجزائري وكاع يقعد عندهم. ما يخلوش ما يبعثوا حتى المستشفى. دونك ايماجيني جو بليزيور كا هكذا يصرى تشبع في الاسره، كومون يفون جيري لي زوتر كا، مضاعفات ولا مشاكل صحيه اخرى. بارك الله فيك. للاسف كابيتان برناوي يعني ملاح هذو النصائح لم يمدوه لنا، احنا قلنا الله لا يرحم، لا الله لا يحرم يعني مؤمن من هذاك المكان، لكن لازم نحضروا روحنا، ما يقدرش الانسان يروح الاستعداد يبدا الان وتماك، لازم كذلك نردوا بالنا على هذا الحجاج. نعم صحيح طبعا، بدايه انا نقول بلي رحله الحج هي رحله دينيه، سي با ان فواياج توريستيك، يعني صدير الانسان حيغادر للسياحه لاسبوع او ايام، حتى صدير لا فاسون اللي كيفاش يخرج من البلاد وكيفاش يرجع ماهيش كيف كيف. نعم الرحله هذه راهي مقطره، يعني مقطره وعندها معايير كيفاش انسان ينتقل للمطار، والحجاج راهم يجوا ان بو بارتو، يعني ميكون قريه، ميكون مدينه، ميكون فيلاج، كاين اللي يسكن على ساعه على الايروبور، كاين اللي لازم يمشي خمس سوايع باش يوصل. ولحد الان هذا العام الحمد لله انه زادوا المطارات ثلاثه مرات والغواط وبالشهر، يعني صادير كي فون اليجي صادير لي ديبلاسمون تاع الحجاج. دونك الحجاج ديجا كاين دي بروسيدور، كاين اجراءات لازم يتبعهم في المطار، ديجا لازم يمشي المطار بكري. نعم يعني على شكل كما قالت الدكتوره وقال البروفيسور انه الانسان لازم يرتاح، خاصه هذا الاسبوع قبل الرحله، انه ذكرتي انت يعني الالتقاء العائله او يدير زرده او يدير وعده وما شابه ذلك، صفاتيك صفاتيك باسكو ديجا لو جول اللي راح لايروبول لازم يرتاح مليح ولازم يرقد مليح، باسكو باش نجمعوا كثير احترام مواعيد النوم. طبعا مواعيد النوم لانه راح لايروبول او مو 5 اور 6 اور، سو كاين اجراءات تاع الديوان الوطني، كاين اجراءات تاع زملائنا في الصحه، كاين اجراءات تاع البنك وما شابه ذلك، اجراءات جمركيه شرطيه، والانتظار راح يكون طويل. زيد الرحله خمس ساعات، بين اربع سوايع ونص خمس ساعات. زيد يلحق المطار المدينه او مطار جده انت على الاقل ساعتين ساعتين ونص، يعني باش نكملوا الاجراءات انه يخرج من المطار يتجه نحو الفندق الاقامه. نعم هذا واحد تقريبا 45 دقيقه الى ساعه يلتحق الى الغرفه تاعه، يعني حسابيا راح يقارب 20 ساعه او اكثر وهو يعني في سفر، في حاله سفر، في حاله سفر، يعني في فواياج توريستيك ما يديرهاش، نهار في لا يبدل يعني ان كونتينون ولا باش يدير ان فواياج باري. دونك هذا متعب جدا ومرهق جدا، خاصه للناس الكبار في السن والمصابين بالامراض المزمنه، وخاصه الناس اللي يستطيع اول مره يسافر، اول مره يسافر، خاصة ان كاين اجراءات الى راح الى جدة يلقى روحه يحرم في الطيارة ويلقى روحه يدير في النية والتلبية، كاين يعني يتبحر، يعني يتبحر وراح يتعب، لانه في بعض الاحيان الوقت اللي يلحق له، كاين وقت الحرارة في السعودية ليلا ونهار 40 درجة، اكثر من 40 درجة. نعم تقدير ماهوش كيما الجزائر في الليل، يعني كاين بروده يتبدل عليهم الجو، يتبدل عليهم حاجة اخرى، راح يتلاقى مع جنس اخرين دول اخرى، دول اخرى يعني حتى مع في المطار، يعني بدايه من المطار حيشوف الدول الاخرى والاجناس الاخرى وبكميات كبيره جدا. دونك حيطلع في الحافله بين يعني المدينه على الاقل 20 دقيقه الى 30 دقيقه، اما في مكه الى جده تقريبا، من جده الى مكه تقريبا ساعه ونصف ساعتين مع الزحمه وما شابه ذلك، يعني حتى 24 ساعه ربما حشينا مليح، ماشي يكون مليح، دونك يباس فاتيكي، دونك لازم الانسان لازم يريح. هذا السفر الانسان لازم يوجد له هذه الاجراءات لازم يراعيها. نعم طبعا خاصه وكاين اجراءات الانسان لازم يديرهم، دي بروسيدور اللي حوايج تاع الصح
لازم ينتبه لهم ولازم يكونوا معاه كإنسان اللي عنده مرض مزمنة أدوية تاعو. حبيتك يعني تتكلم لنا على هذه النقطة وتتكلم لنا كذلك على الحقيبة تاع الحجاج نتاعنا واش لازم يكون فيها، لأنه معظم الحجاج ياخذوا الأدوية نتاعهم يحطها في لافاليز وما يحطهاش يعني في الحقيبة اليدوية نتاعو. صبري، هنا ديجا حاجة الأولى في النصائح اللي نقولوا، أنا دائما نروكوموندي للحاج اللي عنده مرض مزمن أنه قبل ما يغادر يشوف طبيب تاعه، لازم يرجع الطبيب تاعه. سو كاين بالك دي مونديرو ان بيلون، بالك دي مونديز اناليز، بالك يعطي له دي كونتيتي، يشوف السكر تاعو كيفاش راه، لا طونسيون تاعو، الضغط، راهم على بالهم اني ادرى مني باش الامور هذه، لازم المراجعه حاجه الاولى. ثانيا الحقيبه، الحقيبه مشكل كبير في الحاج الجزائري صراحه، سمحوا لي، انه يتق روحو باطل، وشكون حيرفد له وشكون حيعاونو، يعني يتق روحو باطل، حتى يعني كاين امور اللي يجيبهم ما عندهمش يعني النيسيسيتي، ما عندهمش. واش هذه الحقيبه يعني انتم بالخبره نتاعك؟ الحقيبه دوك باريزو بالبعثه، الحمد لله البعثه الجزائريه توفر الاعاشه، يعني الافطار صباح تي ديجيني والعشاء. نعم. يوديني طبعا، والديجيني ما كانش، لكن بصح يعني اكلات كوبيوز يعني. نعم. ثريه جدا الحمد لله. الحمد لله يعني الانسان كان يبدا يشقي نفسه، يجيب طعام ويجيب البطاطا ولا يجيب البصل ولا يجيب المقارون، القديد والمقارون، باسكو يجيبوا بزاف زيت الزيتون، يجيبوا العسل، يجيبوا الماكولات التقليديه، كان البرجه والكسره والمعارك المحاجب، هذه يعني بار اكسبيريونس تادير، وكاين هاد الاكلات يفسدوا، يعني كاين يفسدوا مع مرور الوقت، يجيبوا لهم سمومات غذائيه ومشاكل كبيره اون بليس، تادير يجيبوهم حتى معاهم الدوزان تاع طياب، يعني راح تقن نفسك، وهذو امور لحد الان يعني شفنا السنوات الماضيه راهي ممنوعه في الطياره. نعم. سواء الخطوط الجويه الجزائريه ولا الخطوط الجويه السعوديه. كاين حتى اللي يدي لا ريزيستونس باش كنطيب القهوه تاع الصباح. هذه كل واحد راح تبي عنده ريزيستونس، وريزيستونس ممنوعه في الفنادق، الدفاع المدني في السعوديه يمنعها في الفنادق. خاصه العمائر وين كاين الحجاج، لانه كاين خطر يندلع الحريق. تاع الحرائق طبعا. يندلع الحريق يعني في الاوتيل اللي فيه 4000 حاج ولا في بعض الاحيان اكثر من هذه السعه، يعني يكون خطر كبير. نعم. هذا سي بور سا يمنعهم. ثانيا احنا كما ذكرت انت، الحقيبه كاين الحقيبه تاع الكبيره تاع الامتعه تاع الباجاج اللي ديرها في لاسو تاع الطياره، وكاين الحقيبه اليدويه. اليدويه اللي تطلع معاه. احنا دائما نقولوا الحقيبه اليدويه اللي لازم يكون فيها الادويه تاعو الخاصه والوثائق الخاصه. هادو لازم سورتو الوثائق الخاصه اللي الباسبور تاعو، الدفتر الصحي تاع الحج، هادو يكونوا معاه، يمشيو دائما معاه مع الحج، يكونوا الوثائق الخاصه به يكونوا معاه، هو امواله اللي يعطيوها له البيكي اللي يعطيوه له في المطار قبل ما يغادر البقاع المقدسه، دائما يمشيو معاه، ما لازمش يحطهم في لاسول. كاين شفنا حاله انه حجاج وين حطوا الوثائق تاعهم في لي باليز، سواء كيكون رايح اون فواياج. نعم. ولا سواء يعني يتنقل بين المدينه ومكه او مكه والمدينه. حاجة أخرى مهمة جدا، هذه الوثائق هي شخصية، كاين زوج وزوجة، أنه زوج دائما كل واحد وصراو لنا يعني عدة حالات، أنه نعرفوا أن السعودية في بعض الأحيان نديروا يعني طابور، يكون طابور تاع الرجال وطابور تاع النساء، في بعض الأحيان ينساو على الشوق والهول والتعب وما شابه، أنه الراجل يغادر وتبقى المرأة يدي الوثائق تاعو يخليها بلا وثائق، أو العكس، كاين بعض الرجال اللي يخلوا الوثائق عند النساء ما تخلوهمش في الطيارة في لابوشة تاع الطيارة، بزاف اللي ينساو الوثائق هذه او الادويه في الطياره، ومن بعد كي ينزل يعني يجي عند الزملاء في الصحه يقولوا انا نسيت ميديكامو تاعي، سواء في البلاد ولا طبح لي في لايروبور ولا نسيته في الطياره. نعم. دونك هادو يسون اوبليجي تادير يعني. ومن تبيا كذلك نفكروهم لوردونونس، يديروا اون كوبي تاع لوردونونس تاع واش عندهم مرض واش الدواء اللي راهم يدوه. دوسي ميديكال باسكو سي فري لا كوميسيون راهي تسجلهم في الدفتر الحج. واش عندهم. لكن مهم ثاني دي فوا وين يكونوا عندهم يعني كاين ديكا وين يحتاجوا يعني استشفاء اوسبيتاليزاسيون ولا يجوا عند زملائنا في الصحه يعرف حب يعرف ليستوريك تاعهم. نعم. يعرف واش من الدواء راهو ياخذ. هذه مهم هادو امور دو باز اهميه جدا. لازم اخي الحاج يتعول عليه، اما الامور الاخرى فكلها ثانويه ما تحقش. تحق فقط كما نقولوا لباس الاحرام هو ضروري باسكو على الحج، حتى اللباس اللي يديه معاه الحاج ما نكثروش اللباس كذلك. لانه حراره غالبا يعني عندنا القندوره الجزائريه اللي هي معروفه كلبس عاديه او لباس تقليدي الجزائري من منطقه لمنطقه يختلف، حاجه خفيفه يعني اللي يلبس بها يومين ثلاثه يعني يقدر يبدل وما يتقلش الحقيبه، لانه الميزان راهو ليميتي. نعم. الميزان راهو ليميتي عند الحقيبتين 23 كيلوغرام فقط، ممكن في بعض الاحيان يمشيو 23 ونص 24 اقصى شيء، يبقى انه الحاج يطالب انه ما عنده ما يدير بهم، يعني كي يتقلها ما يسحقهمش هذوك الحوايج اللي راح يديهم معاه. هذوما حوايج نيسيسار يعني الانسان لازم يفكر فيهم،
وحاجه بريز امبورطونت انسان يعني الحاجه دي كما قلت انت حجه العمر او سفر العمر هو راك رايح بون اوبجيكتيف اني غلط العباده ما الحجه طبعا نعم ما يعني صح اذا لازم يتقوت ولازم ياكل باش يريدي ما نقعدوش ندورو تحت الشمس وعندنا بزاف مشاكل بعدين راح نزيدو نفسرو فيهم اكثر لو سمحت لي بروفيسور شاباتي رانا نسمعوا الاهم النصائح يعني الخصوصيه تكلمنا عليها في بدايه البرنامج اشخاص مسنين ربما المناعه نتاعهم ناقصه امراض مزمنه يردوا بالهم على الصحه نتاعهم خاصه من ناحيه يعني معظمهم كيجوا يجوا بلا غريب ولا عندهم مشاكل تنفسيه ويكونوا تعبانين يعني يزيد نشوفوا الحراره كما قلتونا حراره مرتفعه وكاين لا كليم كيفاش الانسان يقدر الحاج نتاعنا واش نوصوه باش يحادر على نفسه ويتفادى يعني المضاعفات اللي نعرفوها كلنا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم اولا زياده على واش قالوا الاخوه هنايا والاخت الاستاذه الحاج لازم يحافظ على الصحه تاعو على المناعه نتاعو هذا هو الصح لانه راح يدير عباده أركان الإسلام فيها خمسة. هذا هو خامس ركن وهذا الركن الوحيد اللي مقرون بالاستطاعة الاستطاعة المادية والاستطاعة البدنية الصحة إليه سبيلا. هو الركن الوحيد طب ده لازم الحاج يحضر روحه مليح خاصة كما قال سي برناوي إذا كانت عنده أمراض مزمنة إذا كانت عنده أمراض مزمنة لازم يكون عنده دائما دواء تاعه فوقه الآن تكلمتي لي على الحالة اللي موجودة هيك في 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 البقاع المقدسة مع الحرارة الشديدة مع تواجد المكيفات يعني في الغرف وخاصة تواجد أجناس كثيرة أباك الحج يجوا من كل بقاع الأرض القارات الخمس ما كاش قارة ما يجيش منها يعني يجيوا بالأمراض نتاعهم وكاين حجاج يجوا بالأمراض اللي تعدي خاصة الأمراض التنفسية كاين لا غريب ما كاش غير لا غريب خرجنا من الكورونا ولكن في بعض الحالات مازال كاين كورونا ولذلك نوصي الحاج باش لما ينطلق منا من الجزائر يكون عنده دائما في 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 فكره في في ذهنه في العقل نتاعو الوقاية يقي نفسه من هذه الأمراض المعدية عن طريق التنفس كانت عندنا تعلمنا حاجة في في وقت كوفيد 19 ارتداء القناع الواقي الكمامة أو اللابابات لازم تكون عندهم دائما مهما إذا كان في حيطلع في الطيارة تكون عنده يعني نوصهم يدوا معهم هنا يعني كمية الكافية ما يقدرش يمر إذا كانوا الناس قاعد يردوا بالهم الحالات نتاع لا غريب تنقص هذا الالتهابات تاع الجهاز التنفسي اللي جاي من الفيروس ينقصوا بعدد كبير غير الاكسبيرينس اللي جزناها بالجزائر ما كانش عندنا كان عندنا كوفيد صح راحت لنا لا غريب راحوا لنا لي برونكيو اللي عندنا راحوا علاش خاصه يعني الاطفال ما مرضوش لا برونكيو اللي فتره الكوفيد علاش علاش جاي الوقايه هذا ما كان فالحاج نتاعنا لازم نقولوا له الارتداء الكمامه هذيك الواقيه يعني فكرتنا فيها كنا نسيناها يعني لابافيت نعاود ونذكروا العائلات اللي يتبعوا فينا حجاجنا الميامين يعني يدي وقدر يدي القدر نتاعو قيس ما يقعد حيقعد 30 يوم يدي الكميه اللي تكفيه يروح يعمرها كما قال سي بالمأكولات موجودة تما على كل حال ولكن يدي حاجة للحا الدواء نتاعو اللباس اللي لازم يستحقه واللباس اللي يكون يعني من ان بون كاليتي نوعية نهضروا خاصة على ما يديش النيلون ما يديش هذاك البوليستر ماشي هذاك هو اللي يصلح القطن الحوايج المخدومة بالقطن لو سمحت لي بروفيسور شاباتي ناخذ أول اتصال ونواصل معاك الحاج صادق مساء الخير مساء الخير مانيش عارفه لا يسمعنا الحاج صادق مانيش عارفه ماشي يسمعنا نعاودو يعاود يتصل بنا مساء الخير مانيش عارفه نظن انه المكالمه انقطعت هكذا فتيحه نعم نعاود يعاود يتصل بنا اسمح لي كنت قاطعتك قلنا يدي يعني القدر الكافي من لي بافيت هادو كنت فكرتنا فيهم يعني نسيناهم لكن نتفكروا باللي كما قلت الاجناس كثيره وهذا هو الصح مدام هذا هو الصح وكذلك تكلمتي على المكيفات الهوائيه الحراره كما قال سي برناوي راهي ليل ونهار 40 درجه هذه ليل ونهار ما نتكلموش على بعض الاحيان كاين ما من الرطوبه وما نساوش بان في المدينه كما مكه فيها نسبه تاع تلوث كبير كبيره جدا فلما يدخل البيت نتاعو تاع الفندق المكيف ما نقولوش طفيه باسكو محال حراره ولكن يرجليه مليح يعني نعم. الحرارة اللي لازم نعم. لازم اسمح لي لو سمحت لي ومعنا الحاج صادق ان شاء الله باقي يسمعنا مساء الخير
الحاج الصادق مس الخير. قطعت المكالمة معليش. إذا قلنا إيريغليه يعني ما يقدرش يتفعل لأن الحرارة في الجزائر نفس الشيء. عندك مثلا لازم تديروا على 25 درجه ديروا على 25 درجه ما تتبعش الحراره نتاع برا لازم تكون ما تكونش اختلاف كبير بين برا والداخل بين الغرفه تاعك وبرا الداخل. والمشكل اللي يبقى لنا صعيب للحل هو اننا في الغرف نتاع كاين نظن بلي كاين حاج ولا حاجين في البيت الله اعلم. فاذا كان واحد فيهم مريض لازم الاخر يرد باله ثانيك مام داخل الشمره لازم يقاردي الكمامه نتاعو اذا كان واحد فيهم راه مريض. وزياده على ذلك الدفتر الصحي قبل ما يروح الحاج للبقاع المقدسه راه بيديروا لا فيزيت ميديكال. نعم هذيك لا فيزيت ميديكال بيديروا فيها طبيب اللي يعمر كل شيء. وحنا هذيك لما يكون طبيب في البقاع المقدسه لما يستقبل الحاج بالمرض تاعو حاجه الاولى اللي يطلبها له هو الدفتر الصحي تاعو. الدفتر تاعو لازم يكون دائما عليه ومسجل فيه كل شيء ما يشقاش نخبيه. الحاج ما يشقاش يهرب في البقاع المقدسة ما يشقاش يخبي المرض اللي عنده يقول لك بالك يشوفوني مريض ولا كان اللي يخبي يعني طبعا كان اللي يخاف ما يشقاش او خلاص او تما ودخل البقاع المقدسة راح يدير الحج تاعو. ولكن باش ينجح ويدير الحج نتاعو مليح يعني يكون صريح يعني مع الطبيب نتاعو الحج باش يفهم. الحج ماشي شهر الحج راهي ايام فقط هذيك الايام لازم يوصل لها. نعم. باش يوصل لها لازم يحافظ على صحته يكون بصحه جيده. نعم يعطيك الصحه دكتوره. نزيد نواصل معك. تكلمنا كثير على الاشخاص المسنين على الناس اللي عندها امراض مزمنه. واش لاحظتي خاصه انا حبيت نتكلم على لوبي ديابيتيك القدم السكري اللي لازم نردوا بالنا كثير بالنسبه للناس اللي عندهم السكري وحتى الناس الاخرين لانه كما قلنا حين الحجاج هذو حين يبذلوا جهد كبير راحين يتمشاو لازم يعني يردوا بالهم. انا ناكدوا كثير على يردوا بالهم ويحافظوا على صحتهم. انا جوست قبل ما نجاوبك على السؤال نعقب جوست على الدفتر نقول لهم الحجاج اللي جازوا على لي كوميسيون وما صرحوش بالامراض نتاعهم خلاص جازوا راهم رايحين يجوا يحجوا معنا يعني يروح للطبيب المعالج نتاعو يدي الدفتر لما في حتى حاجه الطبيب المعالج يكتب له يعمروا له ويجيبوا معاه. هذا ما نطلبوا منهم الحجاج لانه كيخبي راح يضر روحه الحجاج اللي ما صرحوش يعني نقول لهم روحوا دركا من بعد اللي درتوا الاجراءات روحوا للطبيب المعالج نتاعكم يعمر لنا هذاك الدفتر نسحقوه. نرجعوا دركا للقدم للامراض المزمنه. الامراض المزمنه الكونسيل الاول يعني اللي نقول لهم النصيحه الاولى الاساسيه انهم ما تحبسوش الدواء تاعكم. هذا سي لو بروميير بوين. ما زمزمش الشرب قد ما تقدروا مي ما تنساوش الدواء. نعم يعطيك الصحة. كاين بزاف اللي كيلحقوا فماك يشرب ماء زمزم يحبس الدواء تاعو وصلوا وين جاونا في تعقدات ظنن باللي ماء زمزم راح يشفيهم وينحلوا راح يشفي. الماء دونك شرب الماء اساسي. ثانيا الدواء ما يحبش. ثالثا نرجعوا للقدم السكري. لو سمحتي لي ناخذ اتصال ونواصل معك. نعم. الحاجة أمال مس الخير. مس الخير مدام. مرحبا بك. ميرسي صحيتي بك ونجيك. يسلمك. قولي لي رانا نتكلموا على أهم النصائح اللي لازم يعني نوصلوها ولا نبلغوها للحجاج نتاعنا. أنت حجيتي من قبل؟ حجيت العام الماضي 2022. الله يبارك. قولي لي واش هي اهم النصايح اللي انت يعني تقاسمينا ولا تشاركينا مع الحجاج نتاعنا مع العائلات اللي عم يتبعوا فينا؟ واش هي اهم النصايح اللي انت تحبي تفكري بها الحجاج نتاعنا؟ اهم النصائح اللي نقدر نقدمهم للحجاج نتاعنا من تجربتي المتواضعه اللي جستها في العام الماضي في الحج نقول لهم خير الزاد هو التقوى. تقوى. نقولهم باللي سبحان ربي سبحانه اختاركم من بين البلايين وعيط لكم هو اللي بعدكم باش تروحوا هو اللي سهل لكم باش تروحوا للحج. نعم. نقول لهم حاجة واحدة عندكم فرصة ثمينة. عندكم فرصة استغلوها نعم. في الطاعة استغلوها في العبادة. نعم. استغلوها في كل ما يرضي الله. تقدر تكون حاجة خفيفة تقدر تكون حاجة
صغيره مي بصح عند ربي اجر تاعها كبير. ما نستهزاوش بحتى حاجه، نعاونوا بعضانا وكلهم. حنا المظاهر اللي عجبتني واللي شاهدتها العام الماضي انه حنا كانت مجموعه ما شاء الله من الحجاج الجزائريين، وكانوا كامل فئه شابه. فئه شابه كان الله يبارك. كان التضامن بيناتنا، كان التآخي بيناتنا، كنا كما نقولوا تعاوننا مع بعضنا. نعم. كما نقولوا نقول لهم نصيحه، ما تخلوش هذا العام كاين نساء كبار، كاين رجال كبار، ما تخليهمش وحدهم. ما تخلوهمش وحدهم، ما تغفلوش عليهم، ما تخلوهمش وحدهم. كي تروحي ديري العمره تاعك ان شاء الله، كي تروحي ديري مناسك الحج، شدي مرأة كبيرة معك، ديريها في يدك وروحي معاها. عندك أجر، عندك أجرين، حجيتي لنفسك وديتي الأجر تاعها تاع الحج، لأنك رافقتيها في المناسك تاعها، راح تربحي أجرين، عندك فرصة ثانية. وقول لهم ضامنوا بيناتكم، ضامنوا وتجاوزوا تجاوزوا تجاوزوا على الخلافات البسيطة. تجاوزوا. يعطيك الصحة. نعم، لأنه الشجار والنرفزة ما دير في بالك بلي الحج راح تعيا، راح تتعب، راح تلقى ناس ماشي عندهم نفس التفكير كما التفكير تاعك، راح تلقى ناس بمختلف العقليات، بمختلف اللهجات. راح لازم تتقبل، لازم معليش تسمح من حقك، معليش تواسي وتساعد الضعيف اللي يكون قدامك. نعم، يعطيك الصحة. لازم نتضامنوا بيناتنا. يعطيك الصحة أنك تقاسمتي معنا التجربة نتاعك، وشكرا على كل هذه النصائح اللي قدمتيهم لنا. شكرا، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. قبل ما نعود نرجع لك، عندنا فاصل إشهاري قصير جدا، نشوفوه مع بعض ونعود نرجع لك. نشوفوه مع بعض. في أغلب الأحيان الأنشطة اليومية تأثر على العضلات ديالنا وتخليها تعيا، الشيء اللي سبب لنا آلام في مختلف أنحاء الجسم. لذا بزاف يفضلوا الزيوت الاساسيه او التدليك باش يريحوا العضلات ديالهم. بصح واش رايكم لو كان نجمعوهم في زوج؟ نعم، هذا ممكن مع بيوكيني، بتركيبته المميزه من الزيوت الاساسيه مع التدليك اللطيف للكرية وبدون ملامسه للجل. بيوكيني يعطيكم احساس فوري بالراحه، الاسترخاء لعضلاتكم والنشاط كل يوم. بيوكيني مصدر هنيني. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية LDM، مخابر صيدلانية جزائرية مختصة في تصنيع الأدوية بمعايير عالمية منذ 25 عاماً. دكتورة، كنت تسمعي يعني للسيدة اللي اتصلت بينا وعطتنا هذه النصائح، مشكورة. كنت تتكلمي لنا على يعني هذه الأمراض المزمنة، كيفاش الإنسان يصارح الطبيب نتاعو. هذه كانت أول نقطة، هو التصريح، والدفتر يكون فيه كل المعلومات. علاش احنا هذا المعلومات كي نحلوا الدفتر ونشوفوها راح نربحوا في الوقت. نعم، نربحوا في الوقت. يقدر الحاج هذا ما يجاوبكش على الاسئله، يكون في حاله ما تسمحلوش باش يجاوبك على الاسئله، ما يفهمكش، ما يعرفش الدواء تاعو الاسم تاعو. هذه احنا الدفتر منه ننطلقوا باش نشخصوا الحاله نتاعو فم سريعا ونقوموا به. ويدي الدواء الكافي ويدي يعني من هنا. لا، الدواء هذو أمراض مزمنة، يعني معناها أنه عنده دواء تاع 3 شهور. نعم. احنا نطلبوا منه يدي دواء كافي لشهرين. نعم. شهرين يقسمه، يدير في الحقيبة اللي فوق ظهره، لاساكوش اليدوية، يدير فيها الدواء، يقسمونها لثلاث مراحل، يديروا في الحقيبة اللي تروح انصوت، ويدير كمية صغيرة فلا كان عنده فليزة صغيرة في يده. هنا لكان تبحر واحد نصيبه الثاني. نعم. ثالث نصيحة، الاعتناء بالقدم، لأن القدم هذا مش غير عند السكري، ما عند الناس كل. نعم. بصح عند السكري عنده خصوصية شوية، عنده، لأن القدم السكري مريض، قدم السكري السكر أثر له عليها، فيها من جهة الأعصاب ما يقدرش ما يحسش، عنده النغوباتي. نعم. عنده من جهة الأوعية الرقيقة هذيك تبدأ ما يوصلش الدم للقدم، دونك تتضرر. نعم. وتبدأ القشرة نتاعها رقيقة،
تقدر تجرح ولو بحاجة صغيرة ما يفيقش. وثالثا عنده الاعوجاج تاع الرجل، المرض السكري ينتج منه عوجاج، العوجاج هذاك راح يعطي له نقط ارتكاز ماهيش طبيعيه، دي بوين دابوي كي سون با فيزيولوجيك. هذوك النقط هما اللي راحين يتحردوا، راحين ينجرحوا والحاج ما يحش بهم. ما يحش بالحراره، يكون مشى بالحذاء على الحذاء اللي يديه معاك. ناخذ اتصال ونواصل معاك. الحاجه بدره، مس الخير. الخير بنتي، مرحبا بك، واش راكي؟ الله يسلمك، والله الحمد لله، الله يفرحكم كامل بنتي ان شاء الله يا ربي. قولي لي الحاجه بدره، انت راكي رايحه للحج ان شاء الله؟ ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. كيفاش راكي؟ احكي لنا شويه عليك. والله بنتي نقول لك انا فرحانه لا تعوض هذه الفرحه. نعم والله العظيم هذه فرحه ما شاء الله، وباليكم ان شاء الله وكل من يحبها يا ربي. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يلحق لها كل مؤمن اللي راهو يعني متشوق باش يكون يعني يروح لزياره البقاع المقدسه. والله الشوق تاعها ما تعوضش، ما نقولكش مازال مثل الايام تتقرب، مازال الانسان يحرق يحرق تحرق ليها. قولي لي كيفاش راكي؟ احنا رانا نتكلموا على الاستعداد النفسي والبدني، كاش راكي تحضري في روحك؟ الاستعداد راني موافقه الروح، استعداد الحمد لله يا ربي مستعده. كيف مستعده؟ راكي ترقدي الوقت الكافي؟ راكي تاكلي مليح؟ واش راكي ديري؟ احكي لنا. الحمد لله ناكل مليح، نشرب مليح، ندي شويه راحه، كتمنى الراحه، نقرا كتابي، نصلي، نقوم الليل هكا شويه شويه، ماشي بزاف كيما كنت، مي نقص شويه. راكي توجدي في روحك؟ والله ني دايره حساب الحمد لله خرج عليا الحمد لله. واش رايك تكلموا لنا الضيوف نتاعنا على الناس اللي يدوا الحقيبه تاعهم تكون ثقيله ويدوا يحبوا يطيبوا، يحبوا يدوا الطعام المبرجه يعني، وكل واحد واش يدي؟ واش رايك انت؟ هذه بنتي خصوصي نحب نتكلم لك عليها، هذو اللي يدوا الحقيبه تقال غير يشطموا رواحهم ويعيوا رواحهم. اكيد دوكا انا في الصيف نسحقوا لباس خفيف. نعم خفيف، نسحقوا حذاء اورتوبيتيك، ما من مريض ما من صحيح. نعم ونسحقوا الحقيبه تاعنا تاع الدوش، ندوا فيها كي عارفه اللوازم تاع المستلزمات نتاعكم. نعم وندوا التغذيه تاعنا تاع الدوش، وندوا بشنقه تاع الوضوء، صليتنا، سبحتنا، المصحف تاعنا، هذه هما اللوازم. حاجه خفيفه. والخصوص الاصلي ما ننسوش هو دوانا. نعم تاعنا اللي مريض مسكين مرض مزمن يدي دواء باين، واللي ماشي مريض يدي الادويه الخفيفه هذه تاع لاكليب تاع الطوما تاعك عارفه. هاني نشوف راكي مستعده مليح الحاجه بدره. خبره الضيوف كاملين فرحانين بك. يطول عمرك والله مداري يا روح ومداري نوجد هذه الصلاح تاعي هذا. نعم واش توصي؟ قولي لي حاجه بدره، الناس اللي يسمعوا فيك، الحجاج اللي رايحين يعني الاسبوع القادم، واش توصيهم؟ هذه اللي غادي نوصيك عليهم، نوصيهم كما كاين الشمس حارقه بزاف. نعم كيما الناس هذول اللي يروحوا راهم بكري في 97 انا رحت ما كانوش عندنا لي باغافوي تاع لاكيت. نعم كنا نرفدوهم كنا نعياو. برك راهم دايرين هذوك تاع الراس هذوك ملاح، يشروهم باسكو ولي لي ناس طولي كي يتمشاو، يتمشاو غير في الشمس اكثريه الظهور. دوم مش وحتى ندخلوا الحرام وحنا في الشمس، هذه يشروها ويدوها معاهم ما يتوهاش. نعم قولي لي واش ندو الصغار خير؟ نعم انا نشكرك على كامل هذه النصايح، ما تنسيناش بالدعاء. والله ما انساكم بنتي، انتم يقولوا لكم انا ارضيه، انا نقول لكم أنا سماويه ودنيويه واخريه ان شاء الله. ان شاء الله والله دنيا ان شاء الله، دنيا واخره فايزين رب العالمين. ربي يحفظك ان شاء الله. وفرحنا فرحنا بنتي، فرحنا برايسنا هذا تبون كيسهل على ذوك المساكين اللي ما كانوش يروحوا، نانسي كبار صح كانوا متشوقين لها. ان شاء الله ان شاء الله يدعو لها ربي ان شاء الله ربي يحفظها ويسهل لها في اموره ويعطيه البطانه الصالحه ان شاء الله. ندعو لوليداتنا يا ربي كامل الشفاء للمرضى نتاعنا، وربي يحفظ بلادنا. ها وليداتنا هادو هما مشعل البلاد. نعم يا ربي شكون تكون ان شاء الله جنه دنيا واخره، ويا ربي لا تحرم حتى مؤمن من هذه البلاد يا ربي كلهم يا ربي. كاين صلاه وحده في الحرام تعاوض 1000 صلاه،
10,000 وفي نعم. في المسجد النبوي. شكرا شكرا كثير لك على هذه الكلمات الطيبة وعلى هذه النصائح. إن شاء الله راكو كثار راكو تتبعوا راكو تسمعوا في النصائح تاع الحجة بدرة. إن شاء الله تروحي وتجي بخير إن شاء الله. يكمل ولادي وبناتي وخاناتكم وجميع ولاد المسلمين في كل إن شاء الله يا ربي. يا ربي تنصرنا وتعلي علامنا وبلادنا تكون إن شاء الله نوارة من نوارات الدنيا والآخرة. هذا اللي نتمنى من ربي ان شاء الله تبقى بلادنا كما قلتي نواره وعلامنا دائما عالي بكم انتوما بالبركه نتاعكم. شكرا كثير لك على هذه الكلمات الطيبه يعني اللي قصتينا بها يعني فعلا. شكرا كثير لك الحجه بدرة تروحي وتجي بخير ان شاء الله. يعني نفرحوا كثير كي نسمعوا هذه الكلمات وشتي الخبره نتاعها يعني تقول لك الخبره يعني كفات ووفات كفات ووفات كفات نعم. ووفات والوعي الوعي كذلك وعي نعم كنت معك واصلي دكتورة. كنا نعلق على القدم الحذاء أول نصيحة ما تدوش حذاء جديد تلبسوه في البقاع. نعم على هذا أنا رايح به لا لكن شريت حذاء جديد لبسوه هنا على الأقل أسبوع طريه كما يقولوا في العامية. مليح الحذاء لأنا نشوفه فيه مثلا مليح لكن يقدر يمشي به لازم يكون سوبل ما يكون يتشرب العرق ما يكون لازم ما يكونش الرجل داخل مزيرة الانسان اللي كان شرى الحذاء انا ننصحه يشريه العشيه ما يشريهش الصباح. نعم لانه الرجل تكون منتفخه يكون مشى تكون خربص تكون يشريها صباح من بعد كيلبسوا ويجي مزير. ثانيا الجوارب لازم تكون جوارب من القطن. قطنية. علاش القطن؟ القطن يشرب العرق. يشرب العرق القدم تكون ناشفة. لكن درنا نيلون ولا بوليستر يتعرق هذاك التعرقات بين الأصابع تخلق جروح تخلق من فمك وتبقى هذيك باب اللي يدخلوا منها الميكروبات. نعم. والطفيليات. هنا الحاج راح من بعد يصراو له مشاكل عند السكري ما راحش يحس بها حتى كي يتفاقم الوضع. نعم. باه يحس بها وحنا كي يتفاقم الوضع ويدير الحمى ولا ينتفخ رجله فما يجي لعندنا تكون ديجا مضاعفه بدات هذا راح ما يقدرش يمشي ما يقدرش يدير المناسك نتاعو اللي راح باش يطلع العرفات باش هذاك هو الحج والحج وعرفه دونك الانسان يتفقد رجله الحاج يتفقد رجله سقط لي عنده مرض السكري كل يوم النظافه نتاعو يغسل ينشف بين الاصابع لا بلانت الملخه ما يشوفهاش يدي مرآة يحطها ويشوف باسكو يقدر يكون عنده جرح ما حسش به ما شافش وما يمشيش بالحفه ابدا ممنوع لكن حب يحافظ على هذا الرجل اللي راح توصله به يدير المناسك نتاعو ويرجع بخير وعلى خير لبلاده. حذاري كذلك من التسممات الغذائية. حذاري الإنسان يعني ما يكوش حاجة ما يعرفهاش مشي متعود عليها. الخضر والفواكه نغسلهم كما لازم الحال. بعدين نحب نرجع لك دكتور تكلمنا كثير يعني على الخصوصية على النصائح اللي لازم يمدوهم للحجاج نتاعنا الناحية العقلية والنفسية كذلك هام كثير وش نوصيو العائلات اللي يتبعوا فينا وكذلك الحجاج نتاعنا الناحية النفسية. ديجا الإنسان يدير في راسه بلك راح يعيش حياة إكسبيريونس سوسيال دونك راح يكون تجربة اجتماعية كبيرة بالك واحد مول في عنده شومبرا وحده راح يكون مع أربعة ناس راح يكون في مناطق وين اكتظاظ بزاف من الناس ديجا يوجد روحه بلك راح يعيش مع الناس. هذه مرحلة أولى. في واحد الوقت كانوا يقولوا لنا يعني تكون هذيك النرفزة يقدر يكون يعني الإنسان يزعف يقدر يكون يعني الشجار كما كانت قالت لنا السيدة الإنسان يعني يسمح من حقه يحاول يعني ينسهر في الحياة الجماعية يدير في راسه بلك راح يعيش مع الناس ويتفكر واش هذيك الحاجه النبيله اللي رايح على جالها. دونك توجور ما ينساش لوبجيكتيف وعلاش رايح تما ماشي يلحق تما كيولي يضرب على لاسونسور ويتخاسر ولا ينساو سي فري مي تو سا سي على جال اي سون سوبمرجي بار هذيك ليموسيون كيلحقوا تما دوك المشاعر تاعهم كاع يولوا شغل او ماكسيموم. الانسان دي فوا ما يقدرش يتحكم في نفسه ينفعل بسهوله. نعم ولا عندهم اضطرابات نفسيه ديجا هنايا يزم يوجدوا روحهم مليح قبل ما يروحوا هكذا اللي موالف يتبع عمل سلوكي مع طبيب ولا دعم نفسي ولا يزم يفوكي باس سو ميديكاسيون يزم يشرب ادويه
يروح يدي معه دواء باش يساعده باش يقدر يعيش هذيك المرحله. خاطر كاين اللي عنده فوبيا اجتماعيه يلحق لتماك، واحد عنده فوبيا اجتماعيه يروح للحج، دونك يزم يوجد روحه يعني اسكو صحه وقادر لها، يزم له دعم بالدواء ويوجد ويماجيني ديجا لا سيتوياسيون اللي راح يعيش فيها. يتحضر، هذا هو التحضير النفسي. والتحضير النفسي ثاني سورتو مع الطبيب تاعو قبل ما يروح ديجا يهضروا بيان على اسكو هو قادر، واش يقدر يدير واش ما يقدرش يدير، شغل بالك يعني يبعد على التوتر والقلق. اكزاكتومون، يبعد على التوتر، يعطي له الدواء اللي يلزم، وثاني ايفيتي كاع لي سيتوياسيون اللي يقدروا يدوه المرحله تاع يتعصب ولا يورغانيز روحو، شغل يماجيني واش راح يدير واش راه الاخر، يقول راح نصلي راح الاخر كي نلقى واحد في بلاصه هكذا ما نروحش نضرب على جالها ولا، دونك يوجد روحو يماجيني كاع ديك لا سيتوياسيون اللي راح يعيشها تماك، راح يكونوا الناس في كل مكان. يصبر. يصبر. يصبر 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 يصبر، نحب الكلمه تاع الصبر يعني ما يروحش. لانه كاين نقطه، نعم، كاع الحجاج يمشيو ويغادروا وكاع يرجعوا وكاع يحجوا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله، الا اللي كتب ربي الاجل تاعو. نعم. كاين اللي كتب ربي الاجل تاعو يتوفى، هذه قضاء الله وقدره، نروحوا فين الى هذه النقطه. وكاع الحجاج يسكنوا وكاع الحجاج ياكلوا، نعم، وكل واحد عنده بلاصته في الطياره، وكل عنده واحد عنده بلاصته في الحافله، يعني ولا كل واحد عنده بلاصته الوقت يطلع فيه للغرفه، يعني ما يبقاش انه انسان يزعف ولا يتقلق انه انسان بالك قاسني ولا تجاوزني ولا. الصبر لا رفتا ولا جدال، هذو النقطه مهمه جدا، انسان تتعلم تصبر. نعم. تصبر على ثانيه او خمس ثواني او تصبر على كلمه، انه الهدف هو الحج. نعم. الهدف هو العباده، هدف نبيل. هدف نبيل، لا لا، الحج لازم يتعلم باللي يصبر في البقاع، لانه قله النوم مع العباده، وفي بعض الاحيان كاين الناس يعني ما تاكلش مليح، يعني كاين امور اللي تخليها على حاجه صغيره تقلق، الانسان لازم يصبر. ودير في بالك باللي كاين كل بيعته بشكل ما عندك قطاعات راهي في خدمتها، فقط اطلب. نعم. اطلب فقط، هذا ما اطلب واصبر، يعني في بعض الاحيان ممكن تصبر خمس دقائق او عشر دقائق. نعم. على طلب او على خدمه. لكن نتعلموا نصبروا. بارك الله. ونحضروا روحنا، يعني كما قلت البعثه هنا راهي معنا، راهي في الخدمه تاع الحجاج، لكن الانسان يتعلم يصبر يعني، والامور ان شاء الله تجوز كما لازم الحال. واش رايكم الان نوصلوا للركن نتاعنا، ركن الغذاء الصحي، وتلتحق بنا المختصه نتاعنا الدكتوره دحماني. نرحب بك، مس الخير، نعاود نرجع لك بعد الفاصل. دكتورة دحماني مس الخير، مرحبا بك، كي سمعتينا اليوم البرنامج تاعنا خصصناها لمرافقة حجاجنا الميامين، ونتصور انت كذلك في الركن تاعك، تفضلي. شكرا اختي حفيده، مساء الانوار، مساء الخير مشاهدي الاعزاء، مرحبا بالزملاء الكرام. كما تفضلت الاخت حفيده، يعني مزامنه لل يعني المواكب تاع الحج والاستعدادات يعني لهذا النسك يعني المنسك تاع الحج، ماذا بنا يعني نرافقوهم صحيا يعني بنصائح فيما يخص الدواء تاعهم، وايضا نصائح غذائيه، لانه مهم جدا يعني كما نعرفوا بلي الغذاء الصحي والمتوازن اللي دائما يعني نحثوكم عليه، ماذا بنا ايضا باش نحافظوا على الجسم تاعنا لازم غذاء صحي. ومن جهه واحده اخرى يعني الحجاج ماشي برك باش يادوا المناسك تاعهم، لازم لهم غذاء صحي ومتوازن يعني متكامل، يمد يعني يوفر لكل الاحتياجات تاعهم فيما يخص التغذيه، لكن ايضا بالاضافه الى يعني النشاط والحيويه راح يمدها لهم، لانه كما قالوا تفضلوا الزملاء الكرام قالوا باللي هذا مجهود يعني بدني، هذه المناسك هذو ما عباره عن مجهود بدني، لازم له طاقه يعني لازم له غذاء يكون متوازن يعني يتكفل بكل الاحتياجات تاع الجسم تاعنا. بالاضافه الى هذا راح يعزز المناعه تاعنا، ونعرفوا باللي نكونوا يعني كي نكونوا في جماعه يكون عدد يعني كبير وزحمه يعني في هذيك الحج، ماذا بنا ما نتعرضوش للمشاكل الصحيه يعني خاصه الامراض المعديه، الامراض التنفسيه والامراض الفيروسيه ايضا، اذا ماذا بنا نعزوا المناعه تاعنا، باش نعزوها بطبيعه الحال بغذاء صحي متوازن. اذا دائما نعاودوا نقول لكم التوازن الغذائي
بعيد، لازم المكونات يعني الغذائيه تحرصوا باش يكون وجبات حاجه الاولى. يعني النصيحه اللي نمدها لكم هي الوجبات الرئيسيه تحافظوا عليها، وجبه فطور الصباح تعد من بين الوجبات الرئيسيه في اليوم. اذا عندنا وجبه فطور الصباح، عندنا ثلاث وجبات رئيسيه بطبيعه الحال. فطور الصباح الغداء يعني يكون قبل صلاه الظهر ولا بعد صلاه الظهر على حسب يعني الوقت اللي يكون في السعوديه يعني صلاه تاع الظهر. وعندنا ايضا فيما يخص وجبه العشاء ايضا لازم يكون متوازن متكامل. وحبيت ننصحكم خاصه فيما يخص يعني المقبلات، حنا يعني كي نكونوا في يعني خاصه في البلدان المشرق يحرصوا بزاف على السلطات، عندهم بزاف انواع تاع السلطات وحاجه مليحه الخضر خاصه الغنيه بالالياف، مليح يعني تدخلوها في اطار الوجبات تاعكم في الثلاث وجبات حتى في فطور الصباح. يعني معروفين في المشرق العربي يعني يحافظوا على وجبه فطور الصباح تكون متكامله وفيها عده يعني انواع من الاطباق يعني اللي فيها. اذا اغتنموا الفرصه يكون الغذاء تاعكم، ما تصرفوش في الغذاء يعني ما يكونش افراط حتى لدرجه التخمه، ماذا بينا يعني ما نتفاداو هذيك الحالات هذوك، وماذا بينا ايضا ما يكونش غذاء ناقص يعني ما تكون تمدوا للجسم تاعكم الاحتياجات يعني من حيث الطاقه والسعرات الحراريه الكافيه للجسم تاعكم. اذا خاصه ركزوا لي على بعض المواد حبيت نقول لكم يعني ننصحكم بها، مليحه يعني تتناولوها تكثروا منها خاصه اذا كان فيما يخص الماده الاولى هي التمر. يعني التمر معروف درنا عليه عدد كامل مركب طاقوي بالدرجه الاولى، يعني راح يمد لكم طاقه للجسم تاعكم، يساعدكم في اداء المناسك وفي الجهد العضلي. وعندنا ايضا التمر يعني بالنسبه الأشخاص الذين لا يعانون من مشكل سكري، لأنه المرضى السكري نعرفوا بلي التمر عنده يعني مؤشر سكر طالع نوعا ما، إذا يعني نتناولوه بكميات معتدلة نوعا ما. عندنا أيضا العسل يعني نقدروا ندخلوه أيضا خاصة المرضى الذين لا يعانون من مشكل مرض السكري في إطار وجبة فطور الصباح، لما لا نقدروا ندخلوه مركب طاقوي أيضا مليح بزاف ويطلع المناعة يعاوننا في إطار تعزيز المناعة. عندنا أيضا بلا ما نساو الخضر والفواكه الموسمية اللي دائما نحثوكم على التناول تاعها، كما قلت لكم السلطات سيو دائما فتحوا بها الماكله خاصه بالنسبه لوجبه الفطور يعني على الطناش ولا على الوحده. وعندنا الوجبه تاع العشاء سيو يعني تحافظوا على خاصه الخضر الغنيه بالالياف الغنيه بالماء كذلك، لانه شرب الماء نعرفوا باللي المنطقه تاع السعوديه يعني فيها ارتفاع درجه الحراره خاصه في هذا الموسم هذا في هذا الفصل اللي رانا فيه. اذا شرب الماء يعني كماء يعني الماء لازم تكون شرب كميات كافيه من الماء، نلحقوا حتى 8 الى 10 اكواب من الماء، اذا لازم نحافظوا على شرب الماء. شرب الماء ايضا يعني ولا تزويد الجسم بالعصائر خاصه العصائر الطبيعيه الطازجه مليحه بالبزاف، يعني راح تدير اعاده ايماها للجسم. عندنا ايضا ما نساوش يعني كما نقولوا التيزانات اللي تيزان ولا الشاي ايضا يقدروا يتناولوه الحجاج ما كاش مشكل. لو سمحتي دكتوره الاماني نعم حبيت ننصح خاصه فيما يخص يعني بزاف مشاكل اللي يصراو في الحج في اطار التسممات الغذائيه. اذا دائما حرصوا على يعني واش تاكلوا لازم تكونوا تعرفوا هذيك الماده هذيك كما تفضلتي اخت حفيده، حاجه ما نعرفوهاش وما نعرفوش كيفاش طابت، يعني خاصه في الاطباق اللي في المشرق ما نعرفهمش يعني ماناش متعودين عليهم، من الاحسن نتجنبوهم خاصه بالنسبه للحوم ما تكونش مطهيه مليح، من الاحسن نتجنبوها. واذا شرينا ولا اقتنينا المواد لازم تاكدوا منها مده الصلاحيه تاعها بلي ما راهيش يعني فاسده. وايضا الخضر والفواكه فيما يخص الخضر والفواكه الطازجه حسن الغسل تاعها وخاصه غسل الايادي، نعاودوا نولوا الاحتياطات كما كنا نديروا في فترة تاع الكوفيد، غسل الايادي يعني باستمرار، هذه الحاجه اللي حبيت ننصحكم بها. وشرب الماء يعني على فترات بصفه متقطعه، ماشي ما نشربوش كميات يعني كافيه نعم بكميه كافيه على فترات يعني بصفه متقطعه. ومن الاحسن يعني ياخذوا قسط من الراحه ما بين المناسك قدر المستطاع. ان شاء الله تحجوا، ان شاء الله حج مبروك، ان شاء الله وذنب مغفور، ان شاء الله ان شاء الله تروحوا وتولوا صحه ان شاء الله بصحه وعافيه، ويكون غذائكم دائما ان شاء الله صحي وسالم ان شاء الله. ان شاء الله شكرا على كل هذه النصائح القيمه اللي اعطيتها لنا دكتوره دحماني. احنا كذلك حضرنا مجموعه من النصائح راح تظهر امامنا نقراوها مع بعض ويعني ونجيو هكذا باش نختموا مع بعض. النصائح هي ارشادات وقائيه لحجاج بيت الله. يتطلب الحج جهدا كبيرا، لذا يجب الحرص على اخذ الادويه الكافيه لتغطيه مده رحله الحج ووضعها في حقيبه اليد مع الوصفة الطبية، الحرص على تناول الأدوية في مواعيدها، استعمال الكريمات والمراهم المرطبة لمعالجة التسلخات،
أخذ القسط الكافي من النوم والراحة، تجنب تخزين الطعام، ارتداء الأحذية ذات النوعية الجيدة، الحرص على نظافة الأطعمة قبل تناولها تفاديا للتسممات الغذائية، الابتعاد عن أشعة الشمس اللي تسبب لنا تتسبب في التعب الدوخة والعطش، تبريد الجسم بالماء، شرب الماء بالكميات الكافية، والابتعاد عن الأكلات الغير المعتادة، وتفضيل الخضر الفواكه والألياف. هذه هي يعني النصائح اللي حضرناها لكم مع بعض. هكذا يعني قبل ما نختمه أهم نصائح يعني نتكلموا. ننسوش تاني تلي يلبسون نظارات يدو الدوزيام بير. نعم. بس إذا تبحرت لهم ولا تكسرت. اللي عندهم تاني مشاكل في الأسنان يزم يخدموهم هنا يا بس صعيب لتمك باش يلقاوين دونتيست البعثة ما عندهاش دونتيست. تاني كي يديروا التحلل يزب الوسائل تاع الحلاقه تاعهم مش شخصيه فرديه. كاين ناس اللي تبقى يحلقوا يتسلفوا يعني لا يزم يديها. كاين ليباتيت كاين الاخر لو سيدا ليباتيت يعني مشاكل ما نتمناوش يعني يتقاسوا بها. يدو باسكو هذه سي اون ديريكتيف تاع السعوديين يدو الدواء تاعهم دون لي بواط تاعهم الاصليه سورتو لي يشربوا لي بسيكوتروب ولا مثل مضادات تاع القلق ايتو يدو في لي بواط تاعهم او لوردونونس de préférence qu'on blade ici la dénomination internationale parce que les يقدر يفهم parce que les génériques تاعنا اللي راهم هنايا تماك ما يعرفوهمش يقدروا ما يعرفوهمش. يعطيك الصحه بروفيسور شبت شي اهم النصائح. والله كما نقولوا كل النصائح يعني قيلت. انا لفت نظري صوره كانت تجوز كثير باش ما تقعش في اذهان الحجاج نتاعنا. صورتين كانت تجوز كثير في اثناء هذه الحصه. صوره كانت توري الحجاج يطوفوا على الكعبة وهما حافين الأقدام، هذه ماشي مليح. نعم. هذه ما كاش قالتها الطبيبة. نعم. لازم دائما الجوارب تاعهم عندهم. إلا إذا كانوا في الإحرام خلينا هذاك. نعم. من غير الإحرام. الإحرام. نعم. كاينة حاجة أخرى كانت واحد الصورة جوز كثير هي صباط. ماشي هذاك هو الصباط. نعم. ماشي هذاك هو الصباط، الصباط لازم يكون ذو نوعية جيدة وماشي تاع ماشي تاع ماشي النيلون. كان كنت نشوف تاع النيلون هذاك هذاك ما لازمش يكون. هذاك اللي قلنا يعني لازم الحذاء يكون جلدي والنوعية ويختار كيما لازم الحاج. ما ينساش الحاج اللي راح يمشي. صحيح كاين الحافلات ولكن عدد كبير من الحجاج خاصة اللي عندهم الطاقة رايحين يمشيوا. نعم. وكانت قالت لنا الدكتورة يعني يشري الحذاء تاعو هنا يشريه في الفترة الصباحية. طبعا مسائية قصدك. يشريه في الفترة المسائية. ايه. لأنه باش يكون ويلبسوا هنا. هنا يمشي به على الأقل هذاك الأسبوع ولا ثلاث أيام قبل ما يسافر. كما يقولوا في العامية يطريه. باش يوالفوا. باش يوالفوا. والناس والناس اللي ماشيين ضاريين يمشوا يبداوا يمشوا هنا. يبداوا يمشوا. مش على الصباط برك حتى التدريب. درب روحك هنا ما قبل ما تروح للبقاع المخ لانه صحيح السلطات الجزائريه نظن باللي الفنادق نتاعنا قراب للحرم ولكن يبقى ماشي الحركه حجاجنا كبار في السن وكذلك عندنا مشي تاع اثناء المناسك تاع الحج نمشيو بين ميناء وعرفات طبعا فيها ماشي الجهد فيها يعني حيبذل الجهد اذا لازم يكون عنده الحذاء مليح ويدرب على المشي ويشرب الماء الكافي هنا قبل الذهاب ماشي يروح من نادي زيتراتي هي تبدا العمل يبدا هنا في الجزائر قبل ما تروح للحج لما تروح لهيكا خلاص رانا وكاين ربما الاشخاص المسنين ما عندهمش لا سونساسيون تاع العطش لازم نفكروه يشرب هنا وتما يتعود باش يشرب دائما احنا عندنا سيئه ما نشربوش عندك الحق ما نشربوش غير عطشنا لا كي نعطشو صافي دير الخلايا تاعنا راهي خلاص تحتاج في الماء احنا لازم نشربو قبل ما الاحساس تاع العطش ولذلك نوصل ما في الجزائر رانا في ايام الحر الان لازم الانسان تكون عنده القاروره تاع الماء تاعو يشرب كميات يعني متكرره كلمة أخيرة ما قلناش وقت كلمة أخيرة باختصار أولا راح نكونوا سفراء الجزائر هذا مهم جدا نعطوا صورة جميلة على بلادنا وثانيا نقطة مهمة جدا أن نبقوا دائما في مجموعة خاصة أثناء المناسك خاصة الكبار في السن وأن نوفر بيناتنا الحياة الجامعية واحترام متبادل نعم يعطيك الصحة على النصائح كلمة أخيرة ما قلناش الوقت كلمة أخيرة نقولوا يتجنبوا الازدحام ما تقعدوش تدوروا في الأزقة في عرفات مع ضربات الشمس وإن شاء الله حج
آمين إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله شكرا كثير، فرحت بحضوركم، فرحت كذلك السيدة بدرة كانت كثير من الاتصالات يشكرك على النصائح اللي قدمتوها لنا لحجاجنا الميامين. إن شاء الله يا ربي تروحوا حج مقبول، حج مبرور إن شاء الله، والذنب مغفور إن شاء الله، نتلقوا في فرص أخرى بحول الله. شكرا على التواصل، شكرا على الاهتمام وعلى الوفاء. ألقاكم الأسبوع القادم بصحة وبعافية، وإلى اللقاء، يعطيكم الصحة. يسلم. قدم لكم برعاية LDM، مخابر صيدلانية جزائرية مختصة في تصنيع الأدوية بمعايير عالمية منذ 25 عاماً. في أغلب الأحيان الأنشطة اليومية تأثر على العضلات ديالنا وتخليها تعية، الشيء اللي يسبب لنا آلام في مختلف أنحاء الجسم. لذا بزاف يفضلوا الزيوت الأساسية أو التدليك باش يريحوا العضلات ديالهم. صح، واش رايكم لو كان نجمعهم في زوج؟ نعم هذا ممكن مع بيوكيني، بتركيبته المميزة من الزيوت الأساسية مع التدليك اللطيف للكرية وبدون ملامسة للجل. بيوكيني يعطيكم إحساس فوري بالراحة، الاسترخاء لعضلاتكم والنشاط كل يوم. بيوكيني مصدر هنيني.